طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ده علشان يتحقق يبقى كان لازم فيه تعديلات تشريعيه. فالفقره دي هنناقش فيها قانون تنظيم سوق الغاز اللي تم اقراره من مجلس النواب. احنا منتظرين صدور اللائحه التنفيذيه بنهايه الشهر الجاري. هنتكلم عن القانون وهنتكلم عن اللائحه وهنتكلم عن الهدف من هذا القانون ودوره في خلق سوق حر لتداول الطاقة في مصر ومساهمته في التحول للي كان بيتقال في التقرير إلى مركز إقليمي للطاقة للدول المجاورة. معانا على التليفون الأستاذ حمدي عبد العزيز مدير غرفة البترول. أستاذ حمدي أهلا وسهلا بحضرتك معانا في أسواق وأعمال. نفهم ليه تم إصدار قانون تنظيم سوق الغاز ودوره اللي متوقع ان هو يحققه. تمام. احنا قانون تنظيم سوق الغاز ده بيعد احد المكونات الاصلاح الهيكلي لقطاع البترول. لان القانون بينص على انشاء جهاز تنظيمي مستقل للغاز. وطبعا القانون ده هيقدم فرصة للقطاع الخاص ان هو يدخل في المنافسة في سوق الغاز في مصر. طبعا القانون تنظيم سوق الغاز ده هيقوم بتنظيم كل الأنشطة سوق الغاز المحددة في القانون. في نفس الوقت أهم حاجة هيعملها إن هو هيسهم مساهمة إيجابية في جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز وتحقيق المنافسة ونقدر نوصل لسوق تنافسي. وفي نفس الوقت الجهاز التنظيمي لسوق الغاز إن شاء الله اللي تم تسمية رئيسه بيهدف في نفس الوقت على تلافي أي ممارسات احتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز. في نفس الوقت قانون تنظيم أسواق الغاز هيوفر المعلومات، هيوفر التوصيات للمستهلكين والمشاركين جميعا في سوق الغاز. وفي نفس الوقت هنتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية لتسهيلات الغاز من شبكات وخطوط نقل وحتى فيما يتعلق بمرافق الإتالة. طيب احنا عندنا كذا نقطة. لما نيجي نبص على النقطة الأولانية اللي حضرتك قلت عليها هتنظم كل الأنشطة، يعني تنظيم من حيث ايه؟ اللي احنا عارفينه ان المنوط بيه التعامل في هذا القطاع هي الدولة او الشركات التابعة للدولة. لما بنتكلم على تنظيم كل الأنشطة يبقى معناتها ان في نشاطات هيدخل فيها قطاع خاص، مش كده؟ تمام. طبعا انت عارف حضرتك دلوقتي هي قطاع البترول اللي بيقوم سواء من خلال الشركة القابضة للغازات ومن خلال وزارة البترول هو اللي بينظم العلاقة. لكن بعد كده هيبقى فيه منتجين فقط، هيبقى فيه حضرتك مشاركين في سوق الغاز اللي هيحدد دور كل واحد فيهم والعلاقات بينهم اللي هيحددها حضرتك الجهاز التنظيمي. هو اللي هيمنح التراخيص للأنشطة، هو اللي هيحدد الأسس العامة، هيحدد الاشتراطات، هيحدد في نفس الوقت الأكواد بتاعة استخدام الشبكات والتسهيلات. فبالتالي كل القواعد هيحددها الجهاز المستقل لتنظيم سوق الغاز هو اللي هيرخص للمشاركين للاعبين. يعني هيبقى فيه لاعبين منتجين غالبا هيبقوا هيئة البترول وإيجاز وممكن الشركات الأجنبية العاملة في مصر. في نفس الوقت القطاع الخاص اللي هيسمح له ان هو ممكن يستخدم الشبكات، ممكن يستورد لمصانع هنا لقطاعات اقتصادية. كل الكلام ده كله الجهاز التنظيمي لسوق الغاز هو اللي هيحدد الأسس وهو اللي هيحدد الضوابط المتعلقة بالأنشطة المتعلقة بالنقل والتوزيع وتخزين الغاز نفسه والتعاقدات بتاع توصيل الغاز للمستهلكين. توصيل الغاز المستهلكي، احنا بنتكلم النهاردة على التحول من فكر كان موجود ان الدولة هي اللي بتقدم الخدمة، هي اللي بتنظم، هي اللي بتراقب، هي اللي بتعمل كل الدايرة، يعني هي اللي بتحرك الدايرة كلها. النهاردة لو بنتكلم على جهاز تنظيم حضرتك قلت مستقل، فده هيبقى تمام. الجهة المنظمة والرقابية. تمام يا فندم، تمام. هو اللي هيبقى مناط بيه تنظيم الأنشطة بشكل عام، كل في كل الأنشطة المتعلقة بسوق الغاز، سواء كان الاستيراد، سواء كان التوزيع، سواء كان
استخدام الشبكات بتاعت النقل الغاز، تحديد الفية، تقديم الخدمات الفنية والاستشارات، التأكد ان سوق الغاز ده فيه شفافية وفيه تنافسية، وفي نفس الوقت هيراعي مصالح كافة المشاركين في سوق الغاز. ده القانون نفسه بينص على هذه النقاط وهذه المواد، وبالتالي هذا القانون سيسهم مساهمة إيجابية في التنظيم، وفي نفس الوقت هذا القانون يعتبر لبنة في لبنات المقومات بتاع تحويل مصر لمركز إقليمي للبترول والغاز. احنا عارفين ان مصر عندها مقومات ضخمة جدا، عشان هذا المركز يتم تنفيذه وإنشاؤه على أسس اقتصادية لابد ان يكون في تنافسية في سوق الغاز. انت عارف حضرتك ان احنا مصر عندها مقومات، عندنا مصانع للإتالة موجودة في إدكو وموجودة في دمياط، عندنا شبكة قوية جدا لنقل الغاز الطبيعي على امتداد مصر كلها. في نفس الوقت الاكتشافات الأخيرة اللي تمت في البحر المتوسط وفي كميات كبيرة منها حقل زور احتياطي ضخم جدا، أكبر حقل اتحقق في المنطقة. في نفس الوقت في غاز تم اكتشافه في قبرص، خطة المهندس طارق المولى ان الغاز اللي موجود سواء في الدول المجاورة زي في قبرص او لاخره، المانع ان الغاز دوت يجي مصر اما يتم استخدامه في السوق المحلي. احنا عارفين ان احنا عندنا نمو اقتصادي نمو طلب متوقع يبقى كبير ان شاء الله. المصانع هتحتاج والمشروعات الاستثمارية ان شاء الله اللي جاية هتحتاج لطاقة، فبالتالي انت لازم تسمح للسوق ان يبقى فيه لاعبين جدد يقدروا يجيبوا الغاز ده، اما يتم استخدامه هنا او يتم تصديره، اعادة تصديره من خلال مصانع الاسالة اللي موجودة في مصر، وبالتالي احنا هنا بنعمل استغلال جيد واقتصادي للشبكة الموجودة والبنية الاساسية القوية اللي موجودة في قطاع الغاز ان شاء الله. استاذ حمدي، لما حضرتك بتتكلم من ال كلام، ممكن انا بالنسبه لي كمواطن اقول طب انا هستفيد ايه كمواطن؟ يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هيبقى في جهه تنظيميه وهيبقى في منافسه وهيبقى في قيمه مضافه وغيره، انا كمواطن هستفيد من اللي حضرتك بتقوله ده ازاي؟ يعني هل مثلا هتوصل لي الغاز لغايه البيت فهوفر في انابيب البوتاجاز مش هيبقى عندي المشكله؟ هل سعر الغاز هيقل؟ يعني ايه اللي انا هستفيده كمواطن؟ لا، هو مش موضوع المنازل ده بياخد نسبة تقريبا 3% من مال انتاج مصر. احنا بنتكلم حضرتك على تغذية القطاعات الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية. المواطن الفايدة عليه فايدة مباشرة. القانون دوت هيسهم في كسب استثمارات ضخمة جدا الفترة اللي جاية. في نفس الوقت المشروعات اللي هيتم اقامتها نتيجة ان اي مستثمر بيجي مصر دلوقتي، نمره واحد لازم يتاكد من توافر الطاقه اللازمه لتشغيل المصانع، فبالتالي انت لما توفر المناخ المناسب وخاصه مع قانون الاستثمارات اللي طلع، نفس الوقت تقدر يتم انشاء مشروعات استثماريه كثيره الفتره اللي جايه. ده معناه ان انت بتوفر فرص عمل، معناه ان انت بتدخل عمله صعبه لمصر. كل دوت بيسهم في زيادة الدخل القومي، بيسهم ان الدولة تستطيع ان هي تقدر المبالغ اللي هيتم ان شاء الله توفيرها تقدر توظفها في مشروعات كثيرة زي السكان وزي المواصلات وزي الصحة. لا، احنا بنقول ان الموضوع موضوع متكامل، في حضرتك اسس اقتصادية هيتم ان شاء الله هتبقى قاعدة بالنسبة لقطاع البترول وبالنسبة للدولة، فبالتالي هذا القانون لابد انه ان شاء الله يتم تنفيذه عشان نقدر نواجه تحديات المرحلة القادمة، وفي نفس الوقت نستفيد من كل المزايا الاقتصادية والبنية الاساسية اللي موجودة لصالح اقتصادنا. بما ان حضرتك اتكلمت على جذب استثمارات تساوي على طول خلق فرص عمل، يعني عائلات هتبتدي تعيش حياة أفضل، حياة كريمة، والعجلة تدور. جذب الاستثمار هنا يبقى ده احنا بنتكلم على دخول القطاع الخاص لهذا السوق. ايه في هذا القطاع الخاص ممكن
يساهم في ايه؟ هل مثلا القطاع الخاص يقدر يستورد الغاز مباشرة؟ هل يقدر يستخدم الخطوط الموجودة التابعة للشركات التابعة لوزارة البترول؟ يعني ايه القطاع الخاص هيستفيد ازاي او هيشارك ازاي، هيساهم ازاي في المنظومة دي؟ ايه القيمة المضافة الميزة؟ القطاع الخاص هنا هيبقى قدامه فرصة ان هو يشارك في هذه الأنشطة، وبالتالي انت في هتشيل عن كاهل الدولة في بالنسبة للمشروعات الاستثمارية الجديدة اللي هتخش، انت هتشيل عن كاهل الدولة ان انت توفر هذا الغاز لكل المنشآت الاقتصادية المزمع ان شاء الله، وبالتالي انت الدولة كدولة تستطيع ان هي فيما يتعلق بالمشروعات القائمة حاليا واللي بيتم دلوقتي امدادها بالغاز الطبيعي، تستطيع الدولة ان الغاز الطبيعي اللي موجود اللي هيتم من خلال توفيره ان احنا ندخله في صناعات القيمة المضافة، صناعات البتروكيميكال، نقدر نصدر البتروكيماويات اللي هيتم انتاجها من المشروعات الجديدة المخطط انتاجها، فبالتالي انت بتوفر كميات من الغاز اللي هي بتاعت الدولة نفسها اللي هي طالعة من الانتاج المحلي بتاع مصر، تقدر توفر تدخلها في مجالات اخرى، وبالتالي تسيب فرصة للقطاع الخاص وحتى الشركات الأجنبية العاملة في مصر هنا تستطيع أن هي إذا تم الاتفاق في حالة توافر الغاز عندها، إذا تم الاتفاق أن هي تقدر مباشرة تدي المشروعات الجديدة اللي هيتم إنشائها أو المشروعات اللي موجودة، ده أنت بالتالي أنت بتوسع استخدامات الغاز اللي موجودة، سواء كان الغاز اللي موجود عندك او سواء الغاز اللي هيجي من بره، وفي نفس الوقت انت بتستفيد كمصر ان انت بتاخد فيه من نقل الغاز في الشبكه القوميه للغازات بتاعتك. فكده انت يعني دي قيمه مضافه انك انت بتاخد عليها رسوم للعمال. نعم بقول لحضرتك. تمام. الاستاذ حمدي عبد العزيز مدير غرفه البترول، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على مشاركتك معانا. هنطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن قانون تنظيم سوق الغاز في مصر. خليكم في اسواق واعمال.